مشاهدينا أهلا بكم في تغطية اقتصادية جديدة. يهتم الكثير هذه الفترة بمعرفة أسعار الدولار والذهب، لذلك نحن حريصون على موافاة حضراتكم بكل جديد يخص أسعارها محليا وعالميا التي تشهد مفاجآت غير متوقعة كل يوم. نبدأ بأسعار الدولار محليا الذي استقر أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم بدون أي تغيير له عن أمس على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية. وقد أعلن البنك المركزي المصري في تقرير له ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير الماضي بمعدل 128 مليون دولار على أساس شهري، وأن الاحتياطي في نهاية تعاملات فبراير الماضي قد زاد إلى 34.352 مليار دولار بعد أن كان 34.224 مليار في مطلع العام الجاري. ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من حاصلات الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والقطاع السياحي، بالإضافة إلى الاحتياطي الذهبي والعملات الأجنبية. وتكلف القيادة السياسية البنك المركزي المصري بالعمل المتواصل على دعم الاحتياطي النقدي لمصر بما يساعد على مواجهة أي احتياجات الاقتصاد القومي والمواطنين في الظروف الطارئة. بينما كشفت مجموعة من خبراء الاقتصاد الدوليون عبر استطلاع أجرته وكالة رويترز للأنباء عن بشرى سارة تخص أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، وهي أن الدولار سينخفض مقابل الجنيه المصري بنهاية يونيو 2023 إلى 26.24، وإذا تحقق ذلك سيكون الدولار قد فقد ما يقرب من 6 جنيهات. أما بالنسبة لأسعار الدولار في البنوك اليوم، فسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 30.76 جنيه للشراء و 30.86 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في أكبر بنكين محليين الأهلي ومصر 30.68 جنيه للشراء و 30.76 جنيه للبيع. أما عالميا فارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى، وذلك بعد أن نبه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي جيروم باول إلى أنه قد تكون ثمة حاجة لرفع أسعار الفائدة على نحو أسرع وأعلى مما كان متوقعا لكبح جماح التضخم المستعصى. نأتي لأسعار الذهب محليا، شهدت تراجعا قويا اليوم بعدما صعدت خلال اليومين الماضيين إلى مستويات كبيرة تخطت 1850 جنيها للجرام معيار 21 في محلات الصاغة. وقد قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن هناك تقلبات كثيرة في سوق الذهب خلال الشهر الحالي، وسيشهد المزيد من التغيرات في سعر الذهب. وأوضح أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية شهدت زيادة في بداية عام 2023، ثم بدأ السعر ينخفض في الفترة الأخيرة، وقد انعكس ذلك على السوق المحلي، كما نصح المواطنين قائلا أن الذهب استثمار جيد وأن أي شخص اشترى ينتظر مهلة عليه، وبكل تأكيد سيكون استثمارا ناجحا. ولفت إلى أن هناك 3 عوامل أساسية تتحكم في سعر الذهب، وهي سعره في البورصة العالمية وحجم العرض والطلب وسعر الدولار، وأي تغيير في عامل واحد من هذه العوامل يؤثر في سعر الذهب. وكشفت شعبة الذهب عن عدم وجود أي زيادات في قيمة الضريبة والمصنعية على المشغولات الذهبية والتي سبق وأن أقرتها وزارة المالية، وأوضحت أن سعر الضريبة يستهدف تنظيم تحصيلها بناء على اتفاق مسبق بين مصلحة الضرائب والشعبة. وأشارت إلى أنه يتم تحصيل ضريبة من المنبع بسبب الزيادات المضطرية لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية، أي حوالي من 60 إلى 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام، وأن المصنع يدفع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج. ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر. وعن متوسط أسعار الذهب اليوم في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث فهي كالتالي:
سجل سعر عيار 24,086 جنيها، وسجل سعر جرام عيار 21,825 جنيها للشراء، وسجل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18,564 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار 14,217 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه عيار 24,14,600 جنيها. وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل الصاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر. وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلى وسبائك الذهب. أما عالميا فشهدت أسعار الذهب انهيار على المستوى العالمي، لتسجل الأوقية التي تزن 31.11 جرام اليوم في البورصة العالمية اليوم 1814 دولارا، بتراجع 136 دولارات من أعلى السعر وهو 1950 دولار في 2 فبراير الماضي، وهذه نتيجة توجه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة من جديد. مشاهدينا بكده تكون انتهت التخطيط الاقتصادية، بشكر حضرتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.